الو، طب حاولي تكلمينا مرة تانية يا نادية. معايا هالة. هالة، الو، الو اتفضلي. الو الو، ايوه، اي هالة، اتفضلي، انت معانا على الهوا. الو، ممكن اكلم الدكتورة؟ دكتور مليكة معاكي. يا حضرتك يا دكتور، اهلا يا هالة، الله يسلم عمرك. انا كلمت حضرتك قبل رمضان على فكرة، وحضرتك فسرت لي رؤى اتحقق نصها ونصها التاني لا. ايوه، اللي بيفرحوني بالله عليكم، كانت الرؤية ايه؟ اللي كان فيها كرسي خشب تحت دماغه وكرسي خشب تحت رجليه. تحت دماغ مين؟ السمك. جوزي. جوزك؟ ها، وبعدين؟ اللي كان فيها حضرتك قلت لي فيها انفصال وكده، وفعلا حصل انفصال. انفصال بينك وبينه؟ مع جوزي كان في كرسي خشب تحت دماغه، ولما قلت لي مسنود على ناس منافقه. تمام. ايوه. الانفصال حصل امتى؟ يوم الوقفه. يوم الوقفة. الوقفة عيد الكبير ولا صغير؟ الكبير. الكبير، تمام. عندي كام رؤى كده حضرتك. ربنا يعوضك خير، اتفضلي حبيبتي. بقول لحضرتك انا حلمت الرؤى اللي هقولها لحضرتك دي كانت قبل الانفصال. حلمت ان انا كنت قاعده انا وهو على السرير في الاوضه بتاعتنا. وبعد كده قعدت اتناقش انا وهو وشدنا مع بعض يعني بالكلام كده، وطلعت من الاوضه لقيت صاحبه واقف عندنا في الصالة. فأنا طبعا صاحبه ده أنا ببانش عليه غير بالنقاب، فأنا كنت المرة دي من غير النقاب. كنت طالعة له من غير النقاب؟ هي منقبة، طلعت له من غير النقاب. تمام، كملي وبعدين. أيوة. يا هالة ايه؟ كملي وبعدين، احنا معاكي. وبعدين وقفت معاه في الشباك وقعدت اشاور له على حاجات تحت كده في الشارع، بس الشباك هو في الدور ال 13، بس حاسه ان هو قريب من الشارع مش بعيد. وصاحبه ده علاقتكم ايه معاه؟ علاقتك انت معاه ايه؟ لا، ما لما يجي عندنا عادي، انا لما بطلع احط لهم الحاجه وانا منقبه ما بيشوفنيش ولا اي حاجه وخلاص على كده يعني. علاقتي بيه بعد الانفصال ما فيش اي كلام؟ لا لا، ده لسه الانفصال كان يوم الوقفه. ايه؟ ايوه، بعد الانفصال. صاحبه ده ما تدخلش في حاجه؟ طيب، لا لا. اسمه ايه؟ اسمه محمد. محمد بس كده؟ لا، هو طلع بقى من الاوضه لاني واقفه انا وصاحبه في الشباك، بقى واقف ومخنوق كده ومتضايق. تمام، ان انا واقفه مع صاحبه في الشباك، ان انا زهرانه عليه من غير النقاب. انت ابنك عندك ابن ولا لا؟ اسمه ايه؟ لا، اسمه احمد. خلاص، كملي. دي الرؤية يا دكتور؟ لا، هي الرؤية دي ابنك هو الصاحب اللي هو زوجك في المنام، عشان كده انا حتى يعني ابنك، لان انا واضح لي كده ان هو ابنك، طالما ان من اسم محمد، مصطفى، محمود، كل الاسامي دي كلها بتندرج في الرؤية على اسم واحد، ممكن يظهر لو ده محمد ابنك احمد يبقى هو، فهماني؟ حتى لو كان اسم محمود صاحبه برضه هيبقى ابنك. فانت انكشفتي قدامه طبعا ما فيش حاجه خالص خالص، انا مش شايفه خالص ان في حاجه تربطك انت هو، لانكم وقفتوا في الشباك. الشباك يا جماعه من الرموز اللي بتدل على انتقال حال الراي من حال لحال مختلف تماما. طبعا زوجك متضايق جدا جدا ومش مبسوط للانفصال، فهي كانت موضحه برضه ان انت هتطلعي انت وابنك يعني، والموضوع فعلا، بس انا شايفاها انها كانت انفراجه ليك انت، والله اعلى واعلم. طب يا دكتور في رؤى تانية معلش. اتفضل. طب بسرعة يا هالة بس عشان التليفونات. ماشي، حلمت ان انا ان هو كان عندنا برضه قبل الانفصال الرؤى دي، وان في ناس جايين لنا وما يعرفوش ان هو معانا يعني موجود معانا، يعرفوا ان احنا انفصلنا. ده في الرؤى. فوالدتي، يعني والدتي متوفية. رحمة الله عليها. فوالدتي لقيتها هو وقال مش عارفه القميص او التيشيرت بتاعه ولابس فانيله حمالات، ووالدتي واخده القميص بتاعه واخده البطانيه من عندنا وطالعه من باب الشقه. والدتي انا متوفيه. وانا طالعه من السلم من تحت لقيتها، قلت لها هاتي يا ماما، خدت منها البطانيه والهدوم ودخلتهم بالشقه تاني. دخلتيهم تاني في الشقه؟ مشيت على كده، هو كان ماشي وراها بس هي طلعت من باب الشقه، هو ما طلعش. ايوه، جدتك ايه بقى؟ والدتي. والدتك؟ وبعدين؟ متوفيه هي. ايوه، انت خدتي كده البطاطين كده ولا البطانيه ودخلتي؟ خدت البطانيه منها وخدت القميص بتاعه ودخلتهم الشقه تاني. وبعد كده صحيتي ولا كنتي فين؟ لا، بعد كده خلاص صحيت. بصي يا هلا، هو كده واضح كده ان في رجوع تاني، في حوار تاني هيتفتح. بصي، رجوع في وقت مفقود منه الامل.
في رجوع يا هالة، ان شاء الله يا رب يكون رجوع عظيم المره دي ويكون كويس والاحوال تتصلح. ايه ده التالت؟ تالت ايه؟ تالت طلاق. لا انا شايفه ان إيه، انا بقول لك انا مش انا لسه بقول لك ايه، رجوع مفقود الامل. يعني ماشي رجوع مفقود الامل، يعني رجوع صعب جدا تفقدين فيه الامل. يعني انا ما اعرفش ان طلقه ثالثه، بس واضحه لي جدا الرؤيه كده، بس في رجوع يهلا والله اعلى واعلم. طب ماشي دكتوره، معلش في رؤيه بس بنتي شافتها كده مش كبيره. اتفضلي. بصي يا حضرتك، هي شافت ان هو بيرن عليا كتير في التليفون وانا ما رديتش عليه. تمام. بصينا لقينا اخوه جاي لنا، دخل بيقول ان هو مات، اخذ ابره غلط ومات. تمام. ورن عليا كتير علشان يقول لي سامحيني، انا ما رديتش. وان هو وصى عليا ان الشقه اللي انا فيها هي تفضل بتاعتي. ووالدته عماله تعيط وتقول هاتوا لي مرات الغالي اشوفها. عليا. طيب انت تعرفي عنه ان هو مسافر ولا حاجه؟ لا هو مش مسافر. ما فيش اي حاجه من دي خالص ما تعرفيهاش عنه؟ لا. طيب بصي، هو واضح لي كده ان في في حاجه كده هتحصل ما بينه هو واهله، وهيبعد عنهم فتره طويله. والشقه بتاعتك هو طبعا ما فيش وفاه لا قدر الله في المنام خالص، بالعكس في استفاده هتعود عليه، بس هيبعد عن الاقربون له كلهم. والشقه طالما انها كمان اتذكرت بتاعتك، انا شايفه اكيد 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 في رجوع، اكيد مؤكد والله اعلى واعلم. مدام مليكه، قبل دكتور